السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. وإن شاء الله بإذن الله النهاردة عندنا موضوع كبير وموضوع مهم هنتناوله في هذه الحلقة. صباح الخير عليكم، صباح الحب اللي يجمعنا وما يفرقناش، صباح كل شيء جميل يكمل معانا للنهاية، صباح الصحة، صباح الجمال، صباح الأمل والعمل، صباح جبر الخواطر. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. واسمحوا لي في بداية الحلقة أنا أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، صباح الخير. أهلا بك يا إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب أيضا بالداعية الإسلامي الشيخ محمد الجمصي، وهو إمام وخطيب وزارة الأوقاف المصرية. أهلا بك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا بجميع السادة المشاهدين في كل مكان. يا أهلا بك. أهلا بك يا فندم. مشاهدينا في كل مكان، النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا للغاية، وهو عن جبر الخواطر. وانتوا عارفين قد ايه في المجتمع المصري النهاردة الحب بقى قليل جدا، وما بقاش فيه الألفة اللي احنا نعرفها زمان، ما بقاش فيه التآلف والأخوة والمحبة والرحمة إلا بقى من رحم ربي. الرحمة دي يا جماعة حاجة مهمة جدا بينا. جبر الخواطر هو مفتاح لباب من أبواب الجنة. تمشي تجبر بخاطر كل الناس، ربنا يكرمك في رزقك، في عملك، في صحتك، في وقتك، في ولدك. تحياتي ليكو. تواصلوا معانا عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على صفحة الشيخ أيمن المصري، أو على صفحة إبراهيم خلف الله. تحياتي ليكو مشاهدينا في كل مكان. وخليني أدخل سريعا في موضوع الحلقة وأبدأ بسؤالي الأول مع الشيخ أيمن المصري. الشيخ أيمن، نبذة عن جبر الخواطر، وما هي جبر الخواطر يا شيخ أيمن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في زمان نحتاج فيه إلى جبر الخواطر. أكيد. زماننا هذا جفت فيه المعاملات، أصبحت المعاملة جفة. فأسأل الله أن يجعلني وإياك وكل المشاهدين في كل مكان من أهل جبر الخواطر. اللهم آمين يا رب. جبر الخواطر هو تطيب النفوس أو القلوب المنكسرة، تطيب خواطر القلوب المنكسرة، ومواساة أهل الابتلاء. هو ده جبر الخواطر، إن أنا أطيب بخاطر كل قلب موجوع أو مهموم أو عنده من الألم أو عنده من الكرب، مواساة أهل الابتلاء. واحد مبتلى بشيء أنا بطيب بخاطره بكلمات جميلة كده، أخليه يخرج من جو الحزن والهم والألم والأسى اللي هو فيه، بديله كده بفتح له باب الأمل، باب كده كلمات جميلة. وصلى الله على من علم الدنيا جبر الخواطر، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا السماحة، صلى الله على من علم الدنيا الرجولة، صلى الله على من علم الدنيا طيب الكلام، صلى الله على من علم الدنيا الهدى، صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم وتسلم. ده في الجنة غرف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. طيب الكلام ده تخيل أفضل. شوف النفس صلى الله قدمه عن القيام، قيام الليل. ممكن واحد بيقيم ويصلي لكن معاملته مع الناس مش كويس، لسانه مش حلو. فاحنا عايزين نتعلم إن احنا إزاي نجبر خاطر بعض. الكلمة تهدي وأيضا تقتل. طبعا خلي بال حضرتك بقى، جبر الخواطر مش بالكلام فقط برضه، جبر الخواطر إما بالمال، إما بالجاه، إما بالنصح والإرشاد، أو إما بالدعاء. ركز معايا، أربع أشياء بتستخدمه في إيه؟ جبر الخواطر. إما زي ما قلنا أول حاجة بالمال، أنا معايا مال أو أيا كان بقى، حتى لو يعني معتدل في معيشتي،
اي واحد صاحبي في مشكله، في مأزق، في محنه، اقف معاه او اسيب مالي. الملزق بيحل مشاكل كتير، اواسي الفقراء، اليتامى، المساكين، الارامل، اشتغل مع ربنا بمالي. ده اول شيء المال. تاني شيء الجاه. ايه الجاه؟ واحد مع سلطه او منصب او مسؤول او موظف في شركه. طب استخدم جاهي ده ازاي؟ استخدمه في الخير. واحد اخويا المسلم، جاري، قريبي، حبيبي، صديقي، عايز اي خدمه اقدمها له. لمين؟ لوجه الله، مش عشان رشوه. وتقول لي اصل انا بكبر. لا، اصحاب المناصب الا من رحم ربي. فانت تخدم واحد صاحبك لله طبعا، برضك بدون محسوبيه او او او. احنا بنتكلم واحد اخوك المسلم في مشكله، وانت تقدر تساعده في اي حاجه، محتاج مثلا ورقه تخلص بتخلصها له، وعنده حاجه معينه بتعملها له. فجبر الخواطر قلنا بالمال او بالجاه او بالنصح والارشاد. انا اخويا المسلم شايفه في غلط او في مشكله او في ضيق او في ازمه، ايا كان انصحه وارشده بالحكمه والكلمه الطيبه. طيب اخر حاجه بقى الدعاء، وده اقل شيء لجبر الخواطر. انا شايف اخويا المسلم في مشكله او في محنه، مش قادر اعمل له حاجه، لا معايا مال ولا مثلا ما عنديش الحكمه او الحنكه اللي انا بكلام اطيب بحاله، ولا عندي منصب، يبقى بالدعاء. ادعي لاخويا المسلم. محتاجين الدعاء ده قوي. ورساله بقى، رساله بوصلها لكل الناس، رساله يا رب كل واحد يعملها. احد الناس الطيبين زمان علمها لي، ويا ريت كل الناس يعني تسمع الموضوع ده وتنفذه. كل لما تقابل اخوك المسلم ايا كان بقى، حبيبك، صديقك، جارك، صديقك في العمل، او لما تسيبه كده بعد ما تسلم عليه وتلف وشك، ادعي له دعوه. الدعاء ان احنا ندعي لبعض، ندعي لبعض. كل ما تشوف اخوك المسلم بعد ما تسيبه كده تمشي تدعي له، وتدعي له في وشه عادي مش مشكله. بس يا سلام بقى، الدعاء ده جميل. الدعوه دي بتبقى بظهر الغيب يا شيخ. ولك ملك يقول ولك مثله. ولك مثله. طيب، يعني ما بيتحرمش الداعي لاخيه ابدا. ابدا. هو ده اقل شيء تقدمه لاخوانك المسلمين. بجبر الخاطر بالدعاء، ادعي له. اللهم ارفع الغمه عن هذه الامه. اللهم امين. اللهم امين. احسنت يا شيخ. شيخ محمد، وبرنامجنا اسمه ازمه اخلاق. شيخ محمد، يعني هو في فعلا في مجتمعنا ازمات اخلاقيه او ازمه اخلاق؟ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، اود في البدايه ان ارحب بجميع الساده المستمعين المشاهدين والمشاهدين المستمعين لنا والمشاهدين لنا في كل مكان، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجازي القائمين على هذه القناه بصفه عامه، والقائمين على هذا البرنامج بصفه خاصه، خير الجزاء، ان الله ولي ذلك والقادر عليه. وذلك لاننا اصبحنا نعيش في عصر قد طغت فيه الفتن، وطغت فيه الشهوات، وطغت فيه اتباع الاهواء واتباع الملذات. فازمتنا الحقيقيه بالفعل هي ازمتنا الاخلاقيه. فما تطاول الولد على والده، وما تطاولت البنت على امها، والتلميذ على معلمه، والجار على جاره، وما انتشرت الغيبه، وما انتشرت النميمه، وما عم الكذب بين الناس الا بسبب الازمه الاخلاقيه. فما احوجنا الان، وما احوج بلدنا الان، الى التحلي بمكارم الاخلاق وبحلو الصفات. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فإصلاح نفسك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. الله جل وعلا قد زكى نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. زكاه في صدره فقال له ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال له ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه كله فقال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. اسمع، ومع ذلك الله جل وعلا يأمر نبيه بأن يتحلى بمكارم الأخلاق. قال الله لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي عامل الناس يا رسول الله
معاملة طيبة كريمة، واجبر خواطر المستضعفين والمنكسرين والمتألمين. خذ العفو وأمر بالعرف، أيؤمر بالتحلي بمكارم الأخلاق وبجميل الصفات، وأعرض عن الجاهلين. السالك للتحلي بمكارم الأخلاق لابد أن يتعرض لجهالة الجهلاء ولسفه السفهاء، حينئذ لا يقابل الجهل بجهالة ولا يقابل السفه بسفه. هناخد المداخلة دي يا شيخ محمد. اتفضل يا فندم. وانت عارف برنامجنا تحت امر المشاهدين. اتفضل يا فندم. معانا الاستاذة فاطمة من الشرقية، اهلا بيكي يا استاذة فاطمة. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيخ ايمن؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. معلش انا عندي سؤال بسيط، انا جبر الخواطر ده كنت كتير بتمنى من جوزي ان هو يكبر بخاطري، بس حصل معاناة 7 سنين مشاكل وكده، وانا دلوقتي زعلانة في بيت اهلي، كنت رافع قضية ان انا اتطلق وكده، جيت راجعت نفسي عندي بنت وولد ودلوقتي عايز ارجع، بس في الناس اللي هي بتيجي تقعد في القعدة تصلح وكده، قالوا القايمة، قلت لهم القايمة بتاعتي كانت ب60,000، قلت لهم انا عايزاها تتغير، قالوا لي ده ربا، فانا عايزة اسأل الشيخ هل ده ربا ولا ايه؟ والشيك قال قلنا يمضي على شيك عشان ايه نمسكه، عايز اعرف برضو مضيانة على الشيك دوت فعلا ربا ولا ايه؟ وشكرا لحضرتك. هتسألك في حاجة يا شيخ ايمن؟ يعني هو لسه الزواج مستمر ولا هو حصل طلاق؟ ايوه لا لسه ما فيش طلاق. امال عايز تغير الايمن ايه؟ ما الايمن مكتوبة. ما القايمة مكتوبة، بس أنا دلوقتي قدمت في المحكمة واتختمت، أنا عايزة أغيرها. البني آدم ده كل ما برجع له بيحس إن أنا بقى إيه ماليش أهل وماليش يعني حضرتك حد. عايزين تمضوا الراجل على شيك عشان تضمني حق المعيشة الكريمة معايا، صح كده؟ بالظبط. أنا دلوقتي مش ناوية، أنا نفسي أعيش وعايزة أعيش وأنا بحبه وهو بيحبني. طب شكرا لمداخلتك، وانتظرينا في داخل الحلقة هيجاوبك الشيخ أيمن إن شاء الله بإذن الله. شيخ ايمن، هي بس المشكله ان هي كل ما بترجع لزوجها بتغضب تاني او بيزعلها تاني، فالظاهر بقى اهلها عايزين يكتبوه شيك او حاجه زي كده، المهم يعني يكتفوه يعني عشان يعملها معامله كويسه. هل وصلنا لهذا الحد يا شيخ ايمن؟ احنا بنشوف المواضيع دي كتير كتير، بس انا بصراحه يعني هو في شباب تستحق او رجال تستحق، بس انا ضد الموضوع ده بصراحه. انا انت مش ضامني وانا مش ضامنك، احنا بقينا حاسين ان احنا عايشين في 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 غابه. وهو برضه لما يحس ان يعني اصل ما فيش راجل هيعيش مع ست غصب عنه، او في ست هتعيش مع راجل غصب عنه، والله يخلي ان هو كاتب قايمه كبيره ولا 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 يعني خليه حتى كاتب لها مليون جنيه. هيعمل المال يعني هيعوضك بايه؟ لا سيبك حتى من المال، يعني هتبقى العيشه ازاي صافيه ونقيه خالص يعني خالص. وهو حاسس ان هو متكتف كاتب بوصل امانه. أعرف هو هي دي تجاره يعني، هو داخل تجاره يعني. اعرف واحد صديقي وضع على وصل امانه كان سبب دايما في مشاكل، كان بيعاند مع اهلها. ليه انت بتحسسوني ان انا يعني مربوط مثلا، او انتوا صح كده مش كده؟ وبقى كويس هو، بس مجرد ان هم خايفين. انت خايف مني، بتتعامل بتخش معايا في حياه زي زوجيه. صح. احنا بقينا نخاف من بعض ليه؟ سبحان الله، احنا عندنا دين وعندنا شرع. في استخاره الموده والرحمه اللي ربنا قال عليها يا جماعه. والله والله الدنيا فانيه، احنا عمالين نتعب نفسنا بدنيا. ندعو له بالهدايه، اسال الله ان يهدي شبابنا وبناتنا وجميع المسلمين. انا طبعا بشكرك يا شيخ ايمن على الحالات اللي تواصلت معانا، وحضرتك قمت بعلاجها او ما زلت بتعالج فيها يعني بين السحر والحسد. ويعني لا يجازيك الا الله خيرا يعني على هذا العمل. نسال الله الاخلاص. استقطعت كثيرا من وقتك هذا الاسبوع، وانا عرضت عليك حالات كتير عبر التليفون، فأنا بشكرك. ما زلت معانا في الحملة دي يا شيخ أيمن ومتفرغ يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله. وعد للمشاهدين. والله من غير وعد، إحنا بإذن الله أنت رب، بس ربنا يعيننا. الابتلاءات كترت. وأهل الابتلاء في الزوج خصوصا في السحر. يعني الموضوع بقى مش عارف، سبحان الله يعني. وإن شاء الله موجودين. خلاص أعزائي المشاهدين، بقى الشيخ أيمن معانا بيعالج بالرقية الشرعية والقرآن والسنة الأسحار والأمراض والحسد والعين. فتواصلوا مع الشيخ أيمن عبر تليفونه أو عبر تليفوني إبراهيم خلف الله، وأستاذ المخرجين الجميل ينزل الأرقام على الشاشة. تواصلوا مع الشيخ أيمن المصري إن شاء الله بإذن الله، هو لا يتقاضي شيئا يعني، هو الراجل عامل الموضوع ده مجانا لوجه الله. وأنا طبعا بحييك وبشكرك يا شيخ حبيبي. صلي الله عليه. نرجع بقى لموضوع حلقتنا عن جبر الخواطر. هل جبر الخواطر يا شيخ أيمن سبب في السعادة في الدنيا؟
والفوز في الآخرة بالجنة، ولا هو بس جبر الخواطر في الدنيا فقط يعني؟ الله، أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين من أهل جبر الخواطر. اللهم أمين. وأنا أسأل الله أن يجعلنا جميعا والمشاهدين ممن جبر خواطرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة. أجمل شيء في الدنيا أن أنت تجبر بخاطر العباد. لما أنت تجبر بخاطر العباد، الملك بقى الكريم هيكون إيه حاله معك؟ هو أنت أكرم من الله؟ أنت أكرم من الله؟ ولذلك كده في حاجة كده دارجة يعني يقول لك جبر الخواطر ده على الله، ونعم يعني لا يجازي جابر الخواطر ده إلا ربنا سبحانه وتعالى. بص، أولا جبر الخواطر هي الأهل التقوى وأهل الخلق. لأن سلم أكثر ما يدخل الرجل الجنة التقوى وحسن الخلق. فجبر الخواطر ده مش هيتحلى به إلا واحد تقي. عارف يعني جبر الخواطر؟ أنت دايما لسانك جميل مع الناس، بتطيب خاطر الناس دايما بلسان جميل. وصلى الله على من علم الدنيا الحب، قال الكلمة الطيبة صدقة. ده حتى يا أخي ابتسامتك في وجه أخوك المسلم بتاخد عليها أجر، صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ديننا كله دين يعني أجل. يعني الواحد طول ما ماشي في الشارع كده عمال يلم في حسنات يعني، طبعا وحاجات سهله جدا، وده اكتر شيء يجلب ليك الحسنات. اقابل اخويا بوجه جميل، ابتسامه، وانا بساله كان بساما كان بشوش الوجه. ايمن، ما في اجمل في الدنيا من ديننا العظيم. احنا مشكلتنا ان احنا بنعقد كل حاجه. في مشكله تلاقي الوجوه مغلقه، صح، في محن، في الم، في هم. يا اخي ابشر كده ويبتسم كده للحياه. خلي بالك كمان، ده الاطباء وجدوا شيء سبحان الملك، الصدق، الابتسامه دي بتدي كل اعضائك وكل جوارحك النشاط والحيويه. اما الانسان المغلق ده اللي دايما قافل وشه كده وشايل الدنيا هم، على طول دايما تلاقيه في مرض، في ضيق، المفاصل بتاعته والجوارح كلها كده في كسل وخمول. تخيل الابتسامه يا اخي بتديك النشاط والحياة. حتى كده لما بتيجي تقوم من النوم الصبح يعني بابتسامة كويسة كده بتبص تلاقي نفسك نشيط كده. طبعا. أما لو مكشر وكده عايز تنام تاني، تقوم من النوم عايز تنام تاني. والله يا جماعة احنا بس نقابل بعض كده بكل ابتسامة وبكل حب وكلمة طيبة، ده احنا بقينا نسمع كلمات يا على الكلمات الجافة. واحد عنده حالة ميت ميت له عزيز أو صديق أو أخ، تلاقيه عمال يبكي عادي. واحد تاني يا عم ما تخلي عندك ايمان. هو مين قال لك ان البكاء ضد الايمان؟ احنا ممنوع الصريخ الصويد يشق الجيوب، لكن البكاء، ما النبي بكى الموت ابراهيم، صح، ابنه، صح، وكل اولاده، ويسالوه يا رسول الله اتبكي؟ قال بلى، ان العين لتدمع وان القلب لا يحزن. فجماعه الناس فاهمه غلط. تبص تلاقي واحد كده في ضيق او مريض، تبص تلاقي واحد يقول او مثلا يا عم ما تحمد ربنا. طب ما تقول له كلمه حلوه كده جميله. ليه الكلام جاف كده؟ ليه الزوج مع زوجته يبقى الكلام جاف؟ ليه الزوجه ما تقابلش زوجها بكل كلمات جميله؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، والله اشتقنا اليك، والله ده انت يعني كنا يعني في 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 قمه سعادتنا واحنا لما في رؤياك. لكن داخل البيت خبط، مين؟ فلان. قوم يا ابني افتح لابوك، انزل هات عيش. وهو ماشي، لا انزل هات عيش، بدل ما تودعه بقبله ولا بكلمه، صح، جميله، واتق الله فينا كما سلفنا الصالح علمنا، والصالحات بتقول زوجها اتق الله فينا ولا تعمنا الا من حلال، فانه نصبر على جوع الدنيا ونصبر على نار الاخره. دلوقتي ماشي خدت الزباله في ايدك، والله مش مجرب ولا حضرتك؟ مش مجرب ولا لا خالص. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لي في زوجتي. طبعا احنا عايزين يا جماعه طول الكلام وجبر الخواطر كل حياتنا، في حياتنا الاب مع ابنه. دلوقتي الاب كل شويه يا فاشل، انت غبي، انت مش عارف ايه، عم انت هتخليه، انت كده هتخليه غبي. علماء النفس قال لك كل ما تتهم واحد بتهمه هي بتثبت عليه. هتقول له كل شويه غبي غبي، هو خلاص هيجي في يوم هيتعامل معاك بغباء. ده حقيقي. هتقول له انت حمار، هيتعامل معاك فعلا بكل بدون عقل. لازم ترفع من روح ابنك وزوجتك الناس اللي حواليك، نخلي كلامنا طيب وكلامنا جميل عشان ربنا يكرمنا. عارف يا شيخ ايمن، دايما بيقولوا السعاده معديه، ودايما التعاسه ايضا معديه. احسنت والله بجد، احسنت.
أنا بشكرك جدا يا شيخ أيمن، أحسنت والله بجد. شيخ محمد، هل جبر الخواطر عبادة من العبادات أم هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو عمل إنساني أو مجتمعي؟ عايزين نعرف الناس جبر الخواطر ده، يعني الناس فاكرة يعني إيه لما بتجبرش بخاطر حد محتاج فعلا جبر الخاطر ده، يقول لك لا ده لا هي سنة بقى ولا عبادة ولا مفروض علي أكبر بخاطر ده وأكبر بخاطر ده. يا عم عيش لنفسك وعيش لحياتك، وإحنا شايفين قد إيه المجتمع بقى إيه، كل واحد نفسي 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 نفسي. أحسنت يا أستاذ. الأنانية. أحسنت. بالفعل إن مما يبكي العين ويضمي النفس ويؤلم الصدر أنك تجد كثيرا من الناس في زماننا الآن قد قدموا استقالة تربوية متكاملة الأركان في حق جبر الخواطر، لأنهم اعتقدوا بذلك بأن جبر الخواطر ليس من الطاعات ومن العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، والحقيقة غير ذلك. فجبر الخواطر من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. اسمع ماذا قال سفيان الثوري، قال: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى خالقه مثل جبر الخواطر، أي أن يخطر أو أن يجبر مسلم بخاطر أخيه المسلم، أن يخفف الألم عن المتألمين، أن يساعد الفقراء والأيتام والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أفضل ما يتحلى به العبد من مكارم الأخلاق جبر الخواطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في لفظ الإمام البخاري: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ الإمام أحمد: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية الإمام الطبراني قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا، وأي خلق أفضل من التحلي بجبر خواطر المستضعفين وجبر خواطر المتألمين. تخيل معي، أحب عباد الله إلى الله، تخيل معي إن قلت لك بأن الذي يحبك هو عثمان بن عفان، طيب إن قلت لك بأن الذي يحبك هو الفاروق عمر، طب لك أن تتخيل بأن الذي يحبك وأخبرتك هو الصديق أبا بكر، طيب إن قلت لك بأن الذي يحبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طيب إن قلت لك بأن الذي يحبك هو الله الملك، الملك سبحانه العلي القدير، ينادي على جبريل يقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل على أهل السماء فيقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض بعد ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من فرج، اسمع التعبير النبوي الجميل، من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المرء يعرف في الأنام بفعله، خلي بالك، وخصائل المرء الكريم كأصله، لا تستغيب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها إذا كنت في جد الكلام وهزله، إياك تجني سكرا من حنظل، فالمرء يرجع فالشيء يرجع بال فالشيء يرجع في ال في ال في الأصل لأصله، إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله، كم عالم متفضل قد سبه من لم يساوي غرزة في نعله. وذا الصديق، اسمع، وذا الصديق أسى عليك بجهله، فاصفح فاصفح لأجل الود ليس بأجله، في الجو مكتوب على صحف الهوى من يعمل المعروف يجزى بمثله. إن من يقوم بجبر الخواطر هذا لا يضيع عند الله عز وجل، وإنما يؤجر المرء على ذلك في الدنيا وفي الآخرة. أحسنت يا شيخ محمد، الله يبارك فيك يا رب. أشكرك. شيخ أيمن، القصص كثيرة، عايزين قصة كده لرقائق القلوب عن جبر الخواطر. قصص قصص كتير. طب انت قال لي واحده فيهم تختار. لا وانا بعد ما مش ذو علم يا شيخ ما تحرجنيش يا حبيبي. الله يخليك، الله يحفظك. احنا بنحبك في الله، وانا بحبك، وبنحب الشيخ محمد، وبنحب كل الناس، واسال الله، اسال الله ان يملا قلوب العباد بالحب.
امين يا رب العالمين. لو كل قلوبنا كده اتملأت حب والله لارتحنا وكل الناس بقت عايشه في سعاده. قصه جميله حضرتني لشيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله. عليه رحمه. كان في يوم مريض اتصل بأحد الأطباء المشهورين، فالطبيب لما عرف إن هو الشيخ الشعراوي، لا يا شيخنا طبعا بيتصل عشان يحجز يروح له في العيادة، فالطبيب قال له يا مولانا ده أنت اللي إحنا اللي نجيلك مش أنت اللي تجينا، ده أنت شيخنا وأنت حبيبنا. طبعا أنت عارف الشيخ الشعراوي يعني الكل كان بيحبه طبعا عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. الطبيب راح له البيت بالفعل، فبعد ما كشف وكتب له رجلة العلاج، فقال له يا مولانا انت عارف ان انا بقى كبرت بالسن وسني كبر، فعايزك بقى ايه تقول لي كده على عمل او عباده اختم بيها حياتي. انا عايزك كده انا معاك تركز معايا وتصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بعرفك انت من محبين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الهدى. بيقول لي الشيخ انا عايزك تدلني على عباده اختم بيها حياتي، حاجه كده بقى يعني انا فاخر عمري عايز اموت كده قبل ربنا يعني بحاجه حلوه. فالشيخ عليه رحمه الله بيقول له ايه انت كده تخيلك ايه احسن وافضل عباده؟ قال له اكثر من الصلاه، يعني اصلي كتير قيام الليل. قال له لا. قال له طب يعني اروح اعمل كل شويه عمره؟ قال له لا. يا مولانا طب اعمل ايه يعني؟ قال له افضل واحسن عباده تختم بيها حياتك جبر الخواطر. قال له جبر الخواطر؟ انت جبت الكلام ده منين يا شيخنا؟ الكلام ده ليه دليل؟ قال له طبعا. الدليل فين يا مولانا؟ قال له في القران. فالامام الشعراوي قال له طب اديني دليلك يا شيخنا. فالشيخ الشعراوي عليه رحمه الله قال ارايت الذي يكذب بالدين؟ في اكتر من انت في حد بيكذب بالدين؟ مين ده؟ الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اللي بيترك اليتيم هو ده جبر خواطر. طبعا. واللي بيترك الفقراء والمساكين فده بيكذب بدين الله، لانه معاه مال وما بيواسيش الفقراء والارامل واليتامى والمساكين. يا شيخ ايمن بيبقى معاهم ملايين يا ووصلوا للسن ارزله، يعني احنا ما نطمع يعني بعد الستين سنه فاضل له ايه تاني؟ انا اعرف واحد مليونير بيجي بيضحي بخروف وبياكله مش حد بيفرقه. ده انت مصيبه ما يذبحوش احسن. فالدكتور اندهش ما كانش واخد باله من الحته دي، يعني جبر خاطر ده للدرجه دي ثوابه عظيم؟ قال له ايوه طبعا. الدكتور سمع الكلام مشي في الطريق عمال يفكر، يعني جبر خاطر ده حاجه سهله جدا على فكره. بس الناس كتير غافل عنها. تاني يوم كان عنده اجازه ماشي في الطريق، واحد من جيرانه اتصل بيه بالدكتور ده، كان دكتور مشهور. يا دكتور والله انا حماتي عندك في المستشفى وهي بتحبك جدا وما بتتفائلش ولا بتبشر كده الا لما تسمع كلام منك انت. طب بس فايه فلله اسمع الكلام. الراجل ده الصديق بيقول للدكتور جبر خاطر روح بس رضيها واكشف عليها انت عشان هي بتستريح لك. سمع كلمه جبر خاطر دي وافتكر كلام ايه الشيخ. على طول كان هو نازل بيتسوق في السوق بيشتري بقى الخضار واللحمه لاهل بيته، على طول ساب كل حاجه وراح لفين؟ المستشفى. وده كان يوم اجازته. راح بالفعل كشف على الست اللي حمت صاحبه وطمنها وبشرها، واتصل بصديقه قال له الحمد لله يا تمام وفرحانه ومبسوطه. مفيش دقائق الا الدكتور جات له جلطه دماغيه. لا حول ولا قوه. جات له هو فين؟ في المستشفى. في المستشفى. والجلطه دي لو جت لواحد وما تعملوش اسعافات اوليه خلال خمس دقائق تسبب موت. فاول لما جت له الجلطه هو في دكتور وفاهم، فقال لمين؟ للطلبه او الدكاتره اللي تحت ايده. عملوا له بالاجراءات بالاسعافات وبفضل الله عدى منها وما جرالوش حاجه. ففكر كده لما قعد سبحان الله، يعني انا لو كنت في الشارع دلوقتي وجت لي الجلطه وانا سايق كنت هموت. فشوف عشان جبرت بخاطر صديقي وجبرت بخاطر حماته، ربنا جبر بخاطري ونجاني من الموت. هي دي بقى يا شيخ ايمن محتاجينها. احسنت يا شيخ ايمن. الله يبارك لك. شيخ محمد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جابر لخواطر اصحابه وجابر لخواطر الناس؟ وهل علم الصحابه قيمه وفضل جبر الخواطر؟ نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم سندا للمنكسرين وسندا للمعسرين وجابرا بخاطر الفقراء والمساكين. طيب في سؤال لك يا شيخ محمد من اهل المشاهدين. طب معانا ام نسمه، اهلا بيك يا ام نسمه، اتفضلي. الو الو، طب عودي بينا الاتصال تاني، عودي بينا الاتصال تاني. ايوه يا شيخ محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جابرا بخاطر غيره من اصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جابرا لخاطر التائبين العائدين لرب العالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إلى أبا ذر رجل من الأنصار، والحديث رواه الإمام أبو داود في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذهب إلى هذا الرجل وكان في المسجد، فقال له: ما يحبسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة؟ قال له: يا رسول الله، ديون غلبتني وهموم غلبتني وديون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يرفق بحاله ويجبر بخاطره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. ولما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يبكي، قال له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، جاءني شاب أحرق فؤادي. قال: أدخله علي يا عمر. فدخل الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال له: ما يبكيك يا شاب؟ قال: يا رسول الله، ذنوب أهلكتني وخفت من غضب جبار علي. قال: أشركت بالله شيئا يا شاب؟ قال: لا. قال: أقتلت نفسا بغير حق؟ قال: لا. قال: فإن الله يغفر لك ذنبك وإن كان مثل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الرواسي. ولما جاء خباب بن الأرت وحديثه في الصحيحين، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، يشكو الآلام بعد الجراح ويشكو الدماء بعد الجراح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه من تعذيب المشركين له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبث في داخله الأمل ويزرع بداخله الأمل ويجبر بخاطره. قال له: لقد كان يؤتى بالرجل قبلكم يحفر له في الأرض إلى منتصفه فيشق بالمنشار نصفي، والله ما يصرفه ذلك عن دينه. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وغير ذلك الأحاديث الكثيرة والكثيرة. أحسنت يا شيخ محمد، أحسنت كثيرا. أعزائي المشاهدين، جالنا اتصال في الكنترول دلوقتي إن في أخ لينا في متعسر طبعا ماديا ومديون، وهو رفض يذكر اسمه يعني لعفة نفسه. رقمه موجود في الكنترول وأكيد رقمه هناخده معانا، فاللي عايز يتواصل معاه ويساعده بحاجة يتواصل معايا او يتواصل مع الشيخ ايمن المصري عبر تليفوناتنا، واحنا هنديله رقمه وهو يزوره لغايه بيته ويبحث حالته. يستحق يعطيه، ما يستحقش جزاه الله كل خير. هتتواصلوا مع الحاله على طول مباشره بدون اي وسيط، هو بس وسطتنا ان احنا هنديكم رقم تليفونه او عنوانه وتروحوا له انتوا تشوفوه وتبحثوا حالته. ويا رب يعني أهل الهمة وأهل الخير وأهل المحبة وأهل الشهامة، وأنا متأكد أن في مصر ناس كتير جدا من الشرفاء الأنقياء أصحاب القلوب الراقية والرضية أيضا، نقول لهم جبر خاطر ويجعلوها جبر خواطر بقى في الأيام المفترضة. يعني اجعلوا الموضوع ده جبر خواطر يعني بجد. رقم تليفونه هيكون معانا إن شاء الله، معايا أو مع الشيخ أيمن المصري، حد يتصل علينا نديله رقمه وهو يروح له لغاية مسكنه ويبحث حالته كويس جدا ويقعد معاه ويشوفه. يستحق اعطوه جبر خواطر،
ما يستحقش خلاص. ممكن بمناسبة الجبر الخواطر قصة معلش. اتفضل يا شيخ أيمن. مش الدور عليا برضه؟ اه طبعا حبيبي يا شيخ أيمن. الله يبارك لك يا رب. أحبابي طبعا الشيخ محمد الجمر. أشهد الله يعني إن أنا بحبكم. الشيخ أيمن المصري وأنا أحبكم طبعا في الله. كل الناس في الله. طبعا طبعا. بس يا جماعة والله إحنا طبعا كل حلقة بننوه أصحاب الأموال ما يبخلوش على أهل البلاء وأهل الابتلاءات. يعني الاخ ده مديون وظروفه صعبه وهو يعني ليه حاله. والله يا اخي نسال الله يعني العفو والعافيه ويا رب يا رب كل اللي يستر اخوه المسلم ربنا يستر. امين يا رب. من فرج على اخيه كربه من كرب الدنيا. انا 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 متاكد يا شيخ ايمن ان شاء الله مش هتخلص الحلقه دي الا لما ربنا يرزقنا بحد كده يتكفل بالراجل ده. يا رب يا رب والله متاكد وعندي وعندي امل في ربنا كبير جدا. واهل مصر كلهم خير يا شيخ ايمن. خد بقى قصه والله المصريين كلهم خير. تتحرك. اتفضل. الراجل كان عنده القلب شرايين في القلب مسدوده وعنده شويه امراض كده وعمليه يعني خطيره جدا لازم تتعمل له دقيقه جدا في القلب ونسبه نجاح العمليه دي ما تعداش 2% 3% نسبتها ضعيفه جدا. الراجل طبعا كان من اصحاب الاموال سافر لبره بقى طبعا انت عارف كل واحد بيبقى بقول لك يعني الطب متقدم بره ما عندنا في مصر ما شاء الله يعني عندنا دكاتره بيعلموا العالم إحنا كله احنا ايه عندنا احنا كده عندنا في مصر يعني سبحان الله بيقولوا يسموها ايه الخواجه يا عقدة الخواجه الخواجه يعني هو سبحان الله. المهم سافر الدول الاوروبيه عمل تحاليل فحوصات اشعه برضك الدكتور عرف نسبه النجاح فيها نسبه بسيطه. فالراجل طبعا تعبان جدا قال خلاص انا هرجع لمصر ازور احبابي واصدقائي واقاربي اودعهم لعل ان انا ما اشوفهمش تاني. بالفعل بمر على اصحابه وحبايبه واقاربه واصدقائه بيودع بقى الجميع العالم يعني ممكن ما يرجعش تاني. فقعد مع واحد صاحبه كده فكان قدام منه جزار فالجزار ده لقى ست كده كبيره في السن عماله تلتقط كده من على الارض اشياء هو مش فاهم بتلتقط ايه فركز معها قوي فعايز يفهم دي بتعمل ايه. فراح سالها يا امي انت بتعملي ايه؟ فالست يعني استحت وسكتت يا ماما بس قولي لي مالك فيه. فراحت بكت كده والله يا ابني انا اولادي بقى لهم بتاع سنه ما كانوش لحمه وكل شويه يا ماما يا ماما عايزين نفسنا ناكل لحمه يا ماما يا ماما نفسنا ناكل لحمه. طبعا في اسر كتير فقيره طبعا اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا رب. ربنا يغني الناس عن الناس يا رب. طبعا الموضوع صعب هي ست ارمله اجيب منين لحمه الاسعار زاد محل ناس كتير. على الاوجاع اللي احنا فيها. الشاهد الراجل طبعا رق قلبه طلع للجزار فلوس لمده سنتين قال له خد المبلغ ده طبعا هو عارف ثمن اللحمه كام او الكيلو بكام قال له الست دي هتجي لك كل اسبوع تديها 2 كيلو لحمه. ركز واحد الملك لا اله الا الله. فالست بكت مش مصدقه أوه. الموضوع 2 كيلو كل اسبوع ده احنا بقالنا سنه ما كناش لحمه. الست بكت فقالت له روح يا ابني الهي ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطر اليتامى بس ومشيت. الجزار خد فلوسه طبعا الست خلاص بقى هتاخد كل اسبوع تروح تاخد اللحمه بتاعتها. الراجل سافر يعمل العمليه بيحضروا العمليه بيعيدوا بقى الفحوصات تاني والتحاليل والأشعة عشان تجهيز للعملية. عملوا التحاليل أشعة الفحوصات الدكتور بيبص فيها مفيش مرض. يا جماعة انتوا في ورقة اتبدل مكان ورق ولا ايه؟ في أشعة دخلت مكان أشعة. عيدوا الأشعة تاني. عادوا الأشعة مفيش مرض. الطبيب صرخ. قال للراجل ماذا فعلت؟ انت عملت ايه؟ انت عملت العمليه فين؟ مفيش اي اثر للمرض. الراجل بكى. بكى الطبيب مش مصدق بيقول له عندي اي طبيب او انت مفيش اثر للمرض. فالراجل بيبكي منهمر بالبكاء فبيساله انت ايه اللي حصل؟ قال له والله انا حاجه واحده جبرت بخاطر ارمله تاجرت مع الله فشافاني الله. لا اله الا الله. هو دي ملهاش حل غير كده. لا اله الا شوف جبر الخواطر. طبعا عنده مرض خطير ربنا رفع عنه بسبب انه جبر بقلب امراه منكسره. احسنت يا شيخ حبيبي. احسنت شيخ محمد.
الله سبحانه وتعالى يرى المؤمن الجابر للخواطر ازاي ومن اني زاويه؟ وهل يزيد في رزقه ويزيد في ولده ويزيد في علمه ووقته وعمله عن غيره يعني؟ الله جل وعلا يجعل هذا العمل وهذه الثقافة الراقية التي تدل على سمو النفس ورجاحة العقل وطمأنينة الصدر وطمأنينة القلب، الله جل وعلا يضاعف بذلك العمل ويعوض عنه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقال صلى الله وقال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فهذا هو حال الخالق مع خلقه الذين يقومون بجبر خواطرهم. وأقول للمنكسرين، أود أن أقول لهم: أرحم الناس بكم إن ضاقت بكم الأرض، فالله جل جلاله جل وعلا لا ينسى خلقه، فهو أرحم الراحمين بهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فقال فلما وجدته ألصقته ببطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من رحمة الأم بولدها. ليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا يقوم هو الملك، ملك الملوك وملك الملوك ورب الأرباب ومسبب الأسباب بجبر خواطر المنكسرين. الله جل وعلا يجبر بخاطر أيوب. اسمع، قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله جل وعلا ظل يبكي على فراق يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. في ليلة من الليالي يسجد بين يدي الله جل في علاه ويقول: يا رب، أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم كبر سني؟ يا رب يوسف. وإذ بالملك ينادي ويعقوب نبي يقول: وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لو كان يوسف ميتا لأحييته لك. فجاءته البشرى في الغد، جاءته البشرى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الله يفتح عليك. أحسن شيخ أيمن، رسالة لأصحاب الأموال، أصحاب القلوب الجافة والصلبة. فضل الديه طيب دقيقتين. طبعا احنا بنحيي تحية خاصة لأستاذ ناطر الشاهد اللي دايما واقف خلف الكاميرات واللي مسؤول ومظبطه، ويدينا دقيقتين من عنده. تحية لأستاذ ناصر. طبعا طب أقول رسالة ولا أقول قصة عشان الناس اللي معرفوش؟ لا انشودة كده، حاجة حلوة انشودة كده. مش بلا أنا صوتي وجعني. لا 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 متحمل عليا حاجة كده. يعني احنا نقول لكل واحد مبتلى وكل واحد منكسر وكل واحد مهموم: ايها المهموم ابشر. ايها المهموم ابشر. يا ايها المهموم، ايها الموجوع، يا كل حزين، الى كل يعني من ضاقت به السبل، ربك كريم. انت بس قول: يا رب، يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله. ارضى بكل شيء كتبه الله لك، ارضى به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله. انت بس قول: يا رب، يا رب. الجأ لرب، اوعى تتذلل لعبد،
اوعى تروح لعبد تقول له اتوسل اليك، لا، توسل الى الله، ابكي كده بركعتين بركعتين وناجي يقول يا رب والله كل مشاكلك هتتحل لو حطيت عقيدتك ان فلان هيحل لك مشكلتك. الله يفعل. لا، فلان ده سبب، انا الجا الى الله الاول ثم يا رب اجعل فلان سبب ان يقضي لي حقتي. اللهم امين يا رب. اللهم ارفع الغمه عن هذه الامه. امين يا رب العالمين. انا طبعا في نهايه حلقتي لا يسعني الا ان اشكر الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا الشيخ ايمن منورني احسن. الله يبارك لك الصبرين. كما اشكر ايضا الداعيه الاسلامي الامام والخطيب بوزاره الاوقاف المصريه الشيخ محمد الجمصي، كنت معايا الشيخ محمد احسن. شرفت بحضرتك يا سنتك. سمعنا يا جماعه عن جبر الخواطر، يلا بقى نطبطب على بعض ونحب بعض، يعم فينا الحب والخير والعمل والامل والرضا. صدقوني الدنيا من فاته، كله هيسيبها ويمشي، معاك فلوس ما معاكش فلوس كله هيتساوى، هو الموضوع بس اصحاب القلوب الرقيقه، اصحاب القلوب الصادقه. تحياتي ليكم مشاهدينا في كل مكان من برنامجكم ازمه اخلاق، على امل ان نلقاكم في 9 صباحا يوم الاحد القادم. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.